هذا هو الاسطرلاب. المسلمون من قديم الزمان كانوا مهتمين بالفلك ودراسة علم الفلك. اخترعوا الاسطرلاب. الاسطرلاب هذا اللي أمامي يعود أصلا للمغرب العربي. الاسطرلاب هو آلة فلكية كان يستخدمها المسلمون بالسابق لمعرفة مواقيت الليل والنهار، مواقيت الصلاة. كانوا يحسبون بابتعاد الكواكب عن الأرض، كانوا يقدرون يقيسون بأعماق محيطات. فهو آلة فريدة من نوعها. تراوينا جد المسلمون كانوا من أوائل الناس المهتمة بالعلوم، الأوائل الناس المهتمة بالصناعات، بالحرف. وهذا أكبر دليل، هذا هو الأسطرلاب. قلت لكم هذه القطعة من الأسطرلاب يعود للمغرب العربي بالضبط، مدى أشوف بس مكتوب قدامي أنه تاريخها يعود لسنة 11 هجرية تقريباً. الدقة والحرفة بكل التفاصيل، هذه آلة مو هينة.